فادي مزيان كان هو البوابه باش نفهم انا شي حوايج كان خاصني نفهمهم. بحال فادي مزيان فواحد لابارتي تيقول فيها وهي كتنطبق عليا، تيقول لك فادي مزيلاند كيجيبوا عارضات الازياء بواحد المعايير محدده، وتيقول لك هادو هما معايير عارضات الازياء. يعني انا بحال دابا انا بالمعايير ديالي ماشي عارضه ازياء. وشاف واحد لابارتي وقال الشخص اللي غادي يشوف راسه هو انه بغى يكون عارض ازياء وما غاديش يهمه في الناس وغادي يبدا يعرض الازياء ديالو غادي ينجح. علاش؟ حيت هو من الداخل ديالو بغى يعرض المنتوجات ديالو. هو ما تيتسناش في اللجنه تقول ليه انت اوكي ولا ماشي اوكي. هو شاف راسو انه عنده ديك الطاقه باش يدير انه يدير عرض الازياء، دار عرض الازياء ما كيتسناش في اللجنه تدوزو. فهمتوا البلان؟ بحال دابا انا ملي تنجي وتلبس حوايجي وتنعرضهم، الناس اللي ديال صحاب هادشي ديال الازياء واش غتقول لك ماشي عادات، كون جابت مانكا كون جابت مانكا احسن ليها، ولكن انا مانكا الطاقه ديالها ما كتخدمنيش. المانكا الطاقه ديالها ما كتخدمنيش. جربت لبست لي مانكا البرودوي ديالي كيتبان حالته وما كيتباعش. مني كنلبس انا البرودوي كيتباع، وكل شيء دابا كيقول لي كنبغيو نشوفوا البرودوي انت اللي لابساه. علاش؟ حيت انا عندي طاقه، الطاقه ديالي في هذه الحياه جيت انني انا اللي نلبس حوايجي ونعرضهم، كتكون فيهم واحد لينيرجي والناس كتوصلهم هذيك لينيرجي. يعني شوفوا اللعبه كيفاش دايره، الحياه سهله جدا الا خرجتي من داك الاطار ديال لا احنا هنا واحد وهنا واحد، واحد زائد واحد تساوي اثنان. سالينا غتبقى مبروكي في بلاصتك، ما غتقدر حتى شي حاجه في الدنيا وغتعيش تعيس. مي الا انت مقتنع بواحد الحاجه وبغيتي تجربها وفي الداخل ديالك يقول لك دير هذه دير هذه دير هذه، ديرها وغادي تنجح فيها بشويه 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 بشويه، وغادي تنجح فيها. فهمتوا اللعبه؟ هكا دايره. فادي مزيلاند كي قلت لك اختي ما اعتمدتش عليه 100%، فادي مزيلاند كيهضر على تغيير الافكار. فادي مزيلاند كيهضر على تغيير الافكار وكيفاش داكشي اللي كتفكر فيه كيولي هو داكشي اللي كتجذب. ولكن كاينه حاجه اخرى سميتها المشاعر. المشاعر تتحكم في الافكار، الشعور هو الذي يتحكم في الفكره، والفكره كتتحكم في الشعور. هاد جوج هادو خاصك توازن بيناتهم، خاصك تتفاهم معاهم وتعرف شنو هو الشعور اللي في حياتك اليوميه طاغي، هو اللي طالع الفوق، هو اللي شاد لك الايقاع. حيت دابا كيكون شعور هو اللي كيشطحك، هو اللي داير لك قلب باش ديك الحول ملي كيربطو الحول ملي كيكون مربوط مولا كيتفارش بحالك. هذاك هو الشعور اللي عندك مربوط انت، هذاك الشعور هو اللي مخدمك، هو اللي مشطحك. اشنو هو؟ يقدر يكون خوف، يقدر يكون الغضب، يقدر يكون التوتر، على حسب اش من شعور طالع عندك. الشعور اللي طالع هو اللي كنجلس وكنقول اشنو، علاش انايا خايف. كنجلس بحال هكا كنبدا ندير جلسات مع راسي نص ساعه ساعه، مالي نشرب قهوه ونجلس، علاش زعما انا كنخايف؟ علاش ما نديرش ديك اللعيبه ديال اه لا باغي تبغي تهرب من الحوار؟ لا، علاش انا كنخايف؟ علاش؟ كل واحد يجاوب راسو علاش كيخاف ويكتبها في الورقه. كنخاف ندير مشروع ونفشل، ويلا فشلت فين كاين المشكل؟ غادي يضحكوا عليا، ولا ضحكوا عليا من بعد الا بقيت فيهم يوريوني كيفاش ننجح المشروع. فهمتيني؟ خاصك توصل لواحد النيفو، الا بنادم غادي يضحك عليك، الا بنادم غادي يتنمر عليك، ويجي هو يديرها نيت، ويجي هو نيت يوريني كيفاش نيت. توصل لهاد النيفو خاصك توصل لهاد. بحال دابا انا في الاول كانوا كيقولوا لي الحوله، اه عينيك حولين، اه عينيك اختي حولين، اه حوله وقادهم. يلا شكون اللي قادهم؟ انا الطبيبه قالت لي عينك الا مشيتي تبغيتي تقاديهم تولي تشوفي جوج. واش دابا انا نقادهم على قبل الناس باش نولي نشوف جوج؟ لا، انا الحمد لله عيني كيجيبوا لي الذهب، عيني خدامه بهم بخير، الله يخليهم لي والله يحفظهم ليا والله يدوم عليا نعمه البصر. خاصك توصل لواحد النيفو اللي بنادم ما تتبقاش تسوق ليه، مادام هو ما كيضيف لك والو ما غادي يضيف لك والو، وحتى لو انه غادي يضيف لك
وغادي يجي ينكد عليك ما عندك مدي بدوك الاضافات ديالو، لان الاضافات ديالو ما زويناش، ما كتعطيني والو، هاكا تمرضني هذاك الشيء ديالو خليه عنده. فهمتوني؟ دابا نتوما عارفه علاش كتخاف، مناش كتخاف هانتو، مناش كنخاف وعلاش كنخاف، وبقى غادي في السلسله تتوصل للسبب الرئيسي، وداك السبب الرئيسي غادي يوصلك لشي احداث كنتي عشتيهم في صغرك اللي بقاو عندك مترسخين. حيت المشكل ما كاينش غادي دائما في التفكير، راه كاين حتى في الشعور، راه بجوجهم محاميين وانت وسط منهم. فهمتي اللعبه؟ نهار كتخدم على المشاعر ديالك كيتبدل الموضوع، ونهار كتخدم على المشاعر ديالك حياتك كتبدا تتبدل اوتوماتيكمون. هادشي ما كنقولوش لكم انا بلا بلا، هادشي انا جربته وعشته. انا انسان اللي خدم على راسو لمده 3 سنين في تنظيف المشاعر ديالو، ديال الخوف، ديال القلق، دوزت مشاكل ديال الفلوس. كيفاش كنت واحد الفتره كيبقاو عندي الفلوس يعني معمع طق طق بحال هكا، كتقول كيفاش خاصني نتوسع، راه كيفاش غنقدر نوسع هاد البلاصه. راه كيكون خوف بعض المرات، كيكون خوف ان غتزاد عليك الخدمه كثيره، وكي غادي ندير نيريك ما غنوحل، بزاف د العيبات. فهمتوا البلان؟ يعني القرايه بعض المرات شي حوايج مزيان تبدل افكارك باش تبدا، والفكره خاصك ديما تبقى تعاود تقولها لراسك وتخدم على المشاعر. المشاعر اللي شوفوا اللي بغى يفهم القضيه باش مسقيه في مساله المشاعر، يقرا حاله الحضور، كتاب حاله الحضور لمايكل براون. مايكل براون كيهضر وكيشرح لك المشاعر اشنو كدير، والدورات ديال المشاعر، داكشي اللي عشتيه مني تولدتي حتى 7 سنين، ومن 7 سنين حتى 14 عام، ومن 14 عام حتى 21 عام. هاد ثلاثه الدورات الا بقاو كيتكرروا وكيتكرروا بنفس القصه كتعاود تعيشها، كيتبدل الاشخاص، والشعور كيبقى هو نفس الشعور، الشعور دائما هو نفس الشعور. الا فهمتي هاد الشيء هنيئا لك بالحياه، تولي تعيش الجنة في الدنيا، والله ما نكذب عليكم، تولي انت فرحانة مع راسك، انت فرحان، كتولي في النهار، النهار كله ما عندكش شي شعور خايب كيطلع، فهمتي؟ المهم هادشي اللي كنقول لكم، أنا راه بديتو من 2019، التنظيف ديال المشاعر بديتو في 2020، وبديت غدا وكنطور، غدا وكنطلع النيفو، دابا وصلت لواحد المرحلة ديال من الاحلام ديالي كنعرف شنو عندي في العقل الباطن، وكنفهم فين كاين المشكل. فهمتوا البلان؟ هي ما كانتش رحله يعني سهله، ولكن تستحق. كتبغي الجهد، وكتبغي بنادم اللي فريمون باغي يبدل شي حوايج. انا دابا وجهتكم قرا، شوفوا حاله الحضور. بالنسبه لفاديم زيلان، الا جاكم الكتاب غالي، دخلوا اليوتيوب، واحد لاباج سميتها موجة النجاح، غتلقاو التلخيص ديال الكتاب كله بطريقة زوينة. التلخيص ديروا لكم اللي زيات، خدموا ديروا شي حاجة وتصنتوا وطبقوا، حيت لا غتبقى تصنت وتبدا داو ما كتطبقش، راه ما غتشوفش الواقع يتبدل، راه غيبقى الواقع هو الواقع، راه ما غتحجب غتتبدل. راه حيت حنا امتى حياتنا كتبدل؟ راه ملي حنا كنتبدلوا في طريقه التفكير، ملي كنقول لك طريقه التفكير هي واحد الكاس كنت كنحطو هنا، مابقيتش كنحطو هنا، كنحطو هنا، يعني الفكره عندي تبدلت، الفكره تبدلت، انا تخليت على واحد الفكره ما كتخدمنيش، اتخليت على واحد المعتقد ما كيخدمنيش، ما وصلني حتى شي قنت. بحال دابا شحال واحد كاين اللي مقرا ما قاريش، كاين اللي مقرا حتى شي وزه مقرا ما بغى يخدم ما والو، كيقول لي ديري لي السحور، هو راه ما باغيش وباغي الفلوس، يعطيه الفلوس فابور ما يخدم ما يدير والو، معينيني احاسديني اخويا تابعيني، هو راه ما دار والو، يعني هو متشبت بواحد المعتقد عنده في دماغه، مسلكه مخليه كسول وما عنده مسؤوليه، وكيشد الفلوس باردين. فهمتوا الفكره؟ يعني كاينين بعض المعتقدات وبعض المشاعر وبعض الافكار اللي خصنا بحال تقولي قدامت مده الصلاحيه انتهت، ما بقاش كتفيدني في والو، علاش غنبقى انا متشبت بها؟ ما كتضيف لي والو، حاله الحضور غتخليك فاهم المشاعر ديالك كيفاش دايرين،
حالة الحضور غتخليك تفهم. مهم شتي حالة الحضور كيعطيك في الاول في النص ديال الكتاب، اكثر من النص ديال الكتاب كيهضر لك غير على المشاعر وتاثيرها في الحياه وعلاقتها بموك، علاقتها بك، داكشي هربان هربان. يعني بحال المعادله، ها كيفاش كتحل المعادله، ها كيفاش غتهنى وترتاح. حاله الحضور، حاله الحضور اختي ما حيت هو كتاب فيه تمارين خاصك كان من الاحسن تشريه، من الاحسن تشريه، راه ما غاليش بزاف، سيميو تشري حاله الحضور، قلبي عليه في اليوتيوب تقدري تلقايه. حاله الحضور واعر واعر واعر، غير خليك تفهم راسك حيت حنا محتاجين نفهموا رؤوسنا، غير خليك تفهم راسك ومن بعد غتلقى فيه التمارين تقدر تبقى ديرهم ديرهم وتبقى ديرهم ديال التنفس. يعني داكشي وشوف هو داكشي راه من كثره ما ساهل بنادم ولف خصو شي حاجه صعيبه، وبنادم الا ما مشاش وكان ما كانش محتاج يتعرف على راسو ويشري هاد الكتوبه ويزيد القدام، يعني هو راه عاجبه ديك الحياه اللي هو فيها. المهم عندكم حاله الحضور غتفهموا الشعور ديالكم مزيان، ترانسفير في الواقع غادي بحال يقول لك القوانين الكونيه اللي حاط الله في هاد الحياه كيفاش كتمشي وكيفاش غتبدا تتعامل معها. الا درتي شي حاله الحضور وترانسفير فين حيت ترانسفير فين اش كيهضر، كيهضر على القوانين الكونيه وطريقه التفكير وداك الشيء اللي كتامن به. بحال دابا انت اللي كتامن براسك، انايا مالي اختي نقدر ندير معاك مالي نتصور ونلبس وندير، كاين شي وحده كتلقاها تصور وكدير وكتبيع بيه خير، وحده مانكا تحت ما كيعيط لها تحت فين وفين، فهمتوا البلان؟ ترانسفير فين كيعلمك هادشي، وحاله الحضور كتعلمك تفهم المشاعر ديالك. الا فهمتوا هادو بجوج، الا فهمتوا هادو بجوج غتبداو ترتاحوا وغتبداو تفهموا شنو واقع. غير هو كيبغي داكشي، كيبغي شخص لا باغي غتقرا حاله الحضور ترانسفير فين، كيبغي شخص فريمون باغي يبدل، راه ماشي تقراه وتسد الكتاب قرايت حاله الحضور قرايته، لا قرايته اشنو بدل فيك، فهمتيني؟ يعني تكون فريمون جدي تجاه نفسك انك باغي تبدل شي حاجه. والترونس هاد الجوج بلا ما تكثروا عليكم الكتوبه، والله هاد الكتاب هاد الكتاب هاد الكتاب عرفتي واحد الكتاب غادي يوريك كيفاش تولي لاباس عليك. وراه بعض المرات الا كنتي خواف واخا تقرا الكتاب ديال لاباس عليك تتعيا، وراه ما غدير به والو، تقدر تكون شي لعيبه شي استيس غادي تعرفها، ولكن اهم حاجه هو تفهم الشعور والتفكير وتعرف القوانين الكونيه. صافي انا دابا ممكن تشوف شحال من واحد كيغني ما عندوش الصوت ولكن عنده هادي، عنده الجبهه، علاش؟ حيت قال لي راسو لا انا مغني نغني، ما عندوش الخوف ولكن الداخل ديالو مقتنع انا نغني. كتلقى شحال من واحد عدو الصوت وما كيعيطوا عليه ما والو، هو كيشوف راسو محقور وكيعيطوا لهذوك وكيخليونا حنايا، هو ديما عايش دور الضحيه. تمعنوا تمعنوا في هذه الهضره اللي غنقول، هذا الشيء راه كله شفته في فادي مزيلاند في الكتوبه وكنشوفه في الواقع، كاين كاين حقيقه. الاراده والعزيمه في التغيير، حيت ملي كتوصل لواحد المرحله ديال فريمون كتعيا كتبغي تبدل، راك كتبغي تبدل ما كنتيش بغيتي تبدل وعجبك الحال الله يسهل عليك. المهم شتي هو هاد الهضره وراه هادي، شوفوا غنجيكم من الاخر راه هي الخطه، شتي خطه بانك تنجح في حياتك وتنجح مع راسك وتنجح مع المورال ديالك، هي انك تطور راسك. والتطور ماشي غاب كنت كنجلس فوق السداري غنولي نجلس فوق الفوتاي، لا التطور هي ماشي كنت كنشرب في كاس عادي كنولي نشرب في فنيجل، لا التطور هي تكت تطور افكارك. فكره ما خدامش ليش بغيتها، ما كانت الفكره ما كتضيفش ليا ماشي ديالي اصلا، انا تبنيتها غا قالوها ليا واحتفظت بها سجلتها عندي، هذا المعتقد ما خدامش ليا. بحال دابا انايا انا كنت سقطت في الباك وعاود سقطت في استدراكيه ويقول لي راسي غنمشي ندير انقطاع على الدراسه، درت انقطاع ودرت باك ليبر وعاود سقطت فيه ياكو، ومشيت قريت السيزون موديزم والقصه في شكل قريت درت شحال من حاجه ما نجحت لي حتى حاجه، شو الزواج هو ما نجحش ليا، اش ولاو كيقولوا لي في العائله عادي غادي يقولوا لي هاد الهضره عادي، اي وحده غادي يقول لي هاد الهضره عادي، تي واقيلا ضربك العين، تي واقيلا مسحوره، تي واقيلا عندك شي حاجه، تي واقيلا هادي درت الرقيه درت شحال، المهم درت بزاف د الحوايج. ما غاديش نقول لكم مثلا الرقيه راه ما خداماش، كاينين الناس
قطاع مو عندهم شي مشكل خاصهم يديروا الرقيه. درت بزاف د الحوايج، انا كنت غادا لفرنسا ما بقيتش غنمشي بشي، كنت غنمشي المره الاولى ما مشيتش، والمره الثانيه ما مشيتش. دي المهم انا ديما عندي الشكلي في العقلي وداك الشيء. مع امتى 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 انا غادا نتبدل؟ امتى غنتبدل؟ نهار بدلت التفكير ديالي ومشاعري، تبدلت حياتي، فهمتوني؟ انا كنت مع الفلوس صعب باش يجيوني الفلوس، الفلوس زعما باش نوصل الفلوس صعيب، باش يوصلوني الفلوس صعيب، باش يكونوا عندي فلوس صعيب بزاف. كنت عايشه مع داك، انا كنت ما كنت نقدر نتوقع واحد النهار انني انا غنقدر نكري ابارتمون نكون بوحدي وداك الشيء. ولكن تحديت، علاش؟ حيت عييت من الداخل، انا جوني مار، فهمتوني؟ حيدوا عليا هاد الحمار، جوني مار، بدلوا عليا هاد الحمار، بدلت الحمار اللي كنت راكبه عليه، ركبت على الخيل، فهمتوني؟ صافي الحياه غتجيكم من الاخر اللي عيا وحق. وكان فيا ديبرسيون وداك الشيء، والديبرسيون مناش كان فيا، داك الشيء اللي كنت كنفكر فيه وداك الشيء اللي كنت كنحسو. نهار عييت، انا عييت وفاض بيا، صافي قررت ناخذ رحله، درت خطه. الخطه هي رحله تطوير، والتطوير ما كيجيش من حياتك الوضوحه، هو كيبداو يبانوا لك النتائج. هو خاصك شويه هذا، شويه تصبر، تصبر شويه، الصبر غنبدا نبدل بشويه بشويه. تكون عندك القدره تبدل صحابك، القدره انك تخلى، ماشي تتبدلهم، انك تخلى على صحابك. يعني التخلي ماشي تخلى عليه، التخلي يعني شي علاقه صافي ما وقفت، ما بقيتيش كتسولي على واحد صاحبتك، بقاش كتسول عليك، عرفي راسك بانك انت تبدلتي، تبدلتي للاحسن. ماشي تبدل يا اختي، حيدوا هاد الافكار. تبدلتي اختي للاحسن، الله يسهل عليكم، الله يعاونكم، سالينا، فهمتوا؟ الانسان خاصو وحده قال لي جمعي علينا زينك، وزيانيت وصغاريت وضعافيت. علاش؟ حيت بدلت تفكيري والمشاعر ديالي، حيت الجسم راه كيشد بحال واحد الطاقه كتبقى فيه، كتبقى خدامه، كدير فيك بزاف المشاكل. والله الحمد لله والشكر لله، الحمد لله، نعمه من نعم الله، الحمد لله. ربي راه كيبغي العبد ديالو غير الخير، غير انت خصك تسعى، ماشي تجلس تقول كتاب عليا، كتاب عليك شي حاجه فوق من طاقتك فوق من جهدك، ما عندك ما ديريه. ولكن باش واحد مكسل بحالك وما قاد يديري نوض يدير والو، مهدود جالس بلاصتو مهدود، ما كنهضرش على شي حد كيعاني من شي مشكل جسدي، جالس مهدود. شنو هادو؟ راه غير داك التفكير اللي عنده في دماغه، دماغه خدام هدو، ما قد ينوض يدير والو. نوض تحرك غتحس براسك ما بقيتيش مهدود.